Il y a une
شيء سلبي نقص الصفات ما بين الطرفين في المدرسة. المحور الثاني فضل حضر النفوس. يعني داكشي قليل بزاف،
بالتالي العقاب اللي عند الجماعه كنعتقد على انه على الاقل خص يكون فيه واحد يعني ما يمشيش مجانا. ماشي حنا ماشي ضد الوكاله الحضاريه، ولكن انا غادي نهضر على الوكاله الحضاريه اللي كتبغي تبرك ديرنا غير شي دراسه، الدراسه ديال بكاره والغديره وهذا اطار الصالح العام خلصنا فيها 400,000 درهم صوتنا عليها. وحنا كنهضروا على التفويت، التفويت يعني بشكل مجاني ياك؟ لا لا بشحال؟ سعيد هنا هو دابا النقطه ما فيهاش خلاف عليه اخوان في الوكاله الحضاريه كيقول لكم عندهم شكرا على الفرتلي وسعيد بما عندي شكرا دور نقطه تصوت موافقون الفرتلي موافقون بالنسبه للموافق رشيد واحد مجيد اجمع شكرا سيد الاستاذ الاعظم.